يعد بيت الجسر رمزا للتراث والثقافة في مملكة البحرين، نظرا لما يمتاز به من نمط العمارة البحرينية المتميزة التي تعكس الهوية البحرينية الخاصة. ويعبر بيت الجسر عن حياة المجتمع البحريني قديما، ويسعى البيت من خلال أنشطته المختلفة إلى نقل ملامح الماضي الجميل إلى الأجيال القادمة. في قرية الجسر عام 1970 بني البيت المشتق اسمه من اسم القرية، فبات يعرف ببيت الجسر. بني هذا البيت العريق باستخدام مواد بناء تقليدية مثل الأحجار المرجانية وجذوع سعف النخيل التي شكلت معا مزيجا يقاوم تقلبات الأحوال الجوية المختلفة. عام 1986 تم ترميم بيت الجسر الذي يتكون من غرف صغيرة متنوعة حول باحة مركزية، وذلك بهدف المحافظة على هويته التي تعكس ملامح العمارة القديمة. يعد بيت الجسر رمزا للتراث والثقافة في البلاد، ويعكس تاريخها الغني ويعزز من الهوية الوطنية، كما يتضمن اهتماما خاصا بالثروة النباتية نظرا لما يحيط بالبيت من مساحات زراعية خضراء. هذا البيت التاريخي العاكس لملامح العمارة القديمة يسرد لنا تفاصيل حياة المجتمع البحريني في ذلك الزمن الجميل، زمن الأجداد والآباء. بيت الجسر أحد البيوت التراثية التي تعتز بها مملكة البحرين وتسعى للمحافظة على هويتها لما تشكله من إرث ثقافي خالد في ذاكرة الزمن والوطن.